الله عز وجل في كتابه الكريم يقول جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ربي يقول لك ان في اختلاف الوانكم ولسانتكم ايه. ويجيو هادو بنين الكلاب شرابين بول البعير بالفكر نتاعهم، غواو جزائريين امازيغ حرار، قال لهم انتم عرب كذبوا عليهم، اكذوبه كبيره، الجزائر ما فيهاش العرب يا جماعه. ما ملي حط روحه عربي، ما ملي حط روحه عربي نقبلوه، يقبل انه جزائري وفي ارض امازيغيه. بصح اللي يقول لك راني في ارض عربيه نقول له شوف غير احكم الطريق خرج من الحدود بعد. ولا دوموندي لو في جيوبوليتيك ولا رجعوك بيدون. تعرف شنو البيدون؟ البيدون هذو كيما في الكويت وبعض دول الخليج خلاهم بلا كوارت، ولاد البلاد وما عندهمش كوارت. دونك الاعتراف بامازيغيه الارض الجزائريه امر مفروغ منه نهائي. الاعتراف وتقبل اللغه الامازيغيه كلغه اون فوا نخلقوها ونخلقوها في خطار 12 شهر ونحطوا لها ولو كان ملايير الدولارات، لكنها تخرج في 12 شهر ويخرج القران بالتمازيغ ويتقرا بالتمازيغ والخطب في المساجد بالتمازيغ ونوليو للتمازيغ الاصل نتاعنا. مانا محتاجين حتى ثقافه واحده اخرى تعلمنا الاسلام درك. رانا في 2020 ونقضيو على النيوكولونياليزم على الاستعمار اللي هو يستعمل الاسلامويين هذو الشيطانيين الشعب الجزائري. دونك يحركوا في الاسلاميين باش تفهموها مليح، من بعد لكم طروا كاطرا من بعد شويه مشاكل يخرجوا لارمي بيان سور يورا بلو ريفوليسيون اكسترا. هنا على 40 50 سنه اخرى تهم ميزيريا. سي شريف دار ان بوست في فيسبوك، بوست معتبر حكمه كبيره، نهضر لكم بالعربيه. قال فلننظر للثوره وليقم بها شجعان الجزائر. سيران المجلس الثوري الوطني ينظر للثوره، يخطط للثوره كما كان عبان بالمهيدي. بصح سي شريف والاخ الاخر اللي بوزا لا كيستيون ما تسناوش من الشعب بكل، لانه طور 54 الشعب ماشي بالشعب بكل مشى لها. ظاهر قلناها لكم، عدد الحركه اي سيبريتيف دارمي فرونسيز اكثر من المجاهدين، لكن انتصروا باسكو كانوا على حق، لكن انتصروا عسكريين وخسروا سياسيين، لانه احنا درك لازم نربحوا سياسيين المعركه تاعنا. لالجيري تحت قياده السيران دون 5 اون سا سرا ان بي اغريابل ا فيفر. لالجيري في ظل النظام هذا دون 5 اون تتوخر شاك اني ب 40 سنه. باسكو راحين يرحيو الشعب، يجهلوه اكثر من هكذا، ويمحيو له الشخصيه تاعو خلاص، ويمحيو له الهويه تاعو خلاص، ويستعبدوه. لانه العلم تحرر والجهل عبوديه. دونك الهدف نتاعهم هي العبوديه. اكتوالمون كاين غير السيران وبعض النشطاء في الخارج اللي مازالوا ما لقاوش بلاصتهم، ما فهموش السيران. كون يفهموا السيران يلتحقوا بالسيران، لانه السيران ستان اسبري، روح ثوريه حقيقيه تكنوقراطيه. السيران روح ثوريه، السيران روح ثوريه، السيران روح ثوريه، سيران وعي سياسي، سيران تكتيك وخطة واستراتيجية لإسقاط النظام الاستعماري في الجزائر وتحرير الجزائر، والإلحاق بها طريقة سريعة جد سريعة تكنوقراطية بجد سريعة باستغلال كل الكفاءات باش نتجاوزوا كل الأزمات ونستغلوا كل الأزمات في مصلحتنا. ما تنساوش حاجة، رانا في الحرب العالمية الثالثة حاليا، وهذه عندها تداعيات نقدر نحكيو عليها فيها لايف سبيسيال، مي سي ابار بو لانسون ما نقدروش نهضرو، مي عندنا معلومات خطيره جدا على تحركات بين الصين امريكا الروس اكسترا 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 بارابور سكي سي باسي الكوفيد هذا. دونك فهمنا الموضوع كامل بيان سور نحكيو عليها تري بيانتو. بو لانسون صار لي ان بو دو سيكري ديفونس نوبوزي با لا كيستيون على دي جورناليست ولا دي جون دي ميديا. Moi maintenant je suis un politique. Maintenant je suis un politique. Donc, حكيو معايا بوليتيك. Maintenant un journaliste عنده رأي معين، هذا خاص به هو. فقط. Un journaliste يا جماعة موش رجل سياسة، ما عندوش حنكة سياسية. بصح لكن المشكل وين هو؟ السؤال نتاعك نفهمو. مادام كاين واحد اسمه حمار ديزاد، وطينو سياسي. مادام كاين واحد مبقرج كيما زيد، وطينو سياسي الناس. اللي ما عنده حتى حل نهار كامل واهز التليفون يقول لكم شوفوا واش
ما عندهم لا خطه لا تاكتيك ويخدموا للنظام ومش حتى النظام الجزائري، يخدموا للنظام الجزائري تحت إعاف انظمه اخرى للنظام تفاهم معاه مورا الطابله. كي تفاهموا النظام الخامس هذا تاعنا وباع مصالح تركيا اكسترا، دركا ولاو الاسلاميين يخدموا مصالح النظام. دونك ما تسالونيش عن الناس، احكيوا لي على امور نقدروا نبنيو بها الجزائر حاجه فيها فيها مخ فيها تاكتيك. ما تنوم الداحات السوق والناس هذه اللي تجيب المعلومات وتعطيك من المعلومات وفلان دار وفلان طاح وشيخ بلديه وشيخ دشرار، هذو انا خاطيني يا جماعه سامحوني، ما لا لا خاطيني خاطيني جو نريبون با لي كيستيون كونسيرن هاد الناس اللي يهضروا، باسكو دركا المرحله تالمو خطيره كباش داير. نجيب واحد كاين الناس قالوا لي سمعت بزاف انا رحمن يحط رجليك حط رجليك في الارض، يا جماعه انا رجليا في الارض بصح ما نقدرش نهضر نحفروا نحكم، باسكو كاين جماعه تاع المونيفو تاعهم تحت الارض لازمني نحفر، جي با اونفي نحفر. دونك سي رحماني ام الدنيا دي بون بوزا كيسيون لي كاتون دو لي فرونس دو لارمي كي نو بارطاج با لي لا لا بوليتيك دو بوفوار اكطويل داجير اي تريتي مام مادام دنيا مادام دنيا. واش قلتي مادام دنيا الي اكسيلون ce que tu as dit, il est excellent. Et il est très simple. Qu'attend l'armée pour prêter main forte à la révolution? Il faut qu'il y ait révolution pour que l'armée prête main forte. Ou le peuple doit faire l'armée. Mais si l'armée doit faire le peuple. Mais l'armée doit faire un coup d'état. On ne sort pas de la soupe. Mais je n'ai pas le pouvoir. Parce qu'il n'y aura pas de politique. Il y aura une armée qui a fait un coup d'état. Je vais répondre à une question sur Facebook. Il y a un que dit vous de Farhat Mehni. Je vous dis honnêtement, Farhat Mehni, il est mille fois mieux que Tebboun Jmatou. C'est moi qui m'a habité. Il a un principe, il a une politique, il a un avis. Ça se discute, ça se respecte. C'est un homme de principe. C'est un militant qui a milité tout le temps. Il est victime du système. Mais un Tebboun, c'est quoi? C'est un voleur, un mesquin, Cheikh Zawiya, d'origine juive. وقال لك او دخل الاسلام دخلتوا معاه انتوما كنتوا معاه مو مثلا طول الجزائريين اللي عندهم ان برينسيپ بوليتيك سون تاكسبتابل صوف لي اسلاميست اللي تابعين لقطر وتركيا والامارات والسعوديه والبنو صهيون اون لي اكسبت با مرفوضين شكلهم مضمونه. كاين واحد يقول تحيا العرب روح انت والعرب نتاعك الكرب وما في فاشي العرب ولا العرب pour moi il vaut rien. ما كانش تحيا العرب الجزائر مزيغيه لا فاض عرب اللي حط روح العربي يخرج من ربنا كاع يخطينا والله اي في بروفيل با ويمشي سايس الحيوط. الجزائر امازيغيه من اقصى الحدود لاقصى الحدود الى اقصى الجنوب امازيغ الجزائر مارسينيسيه اي اون فاس باغاري pour une Algérie مارسينيسيه